تم توجيهنا من قبل قيادة عمليات سامراء حول رفع حظر التجوال من الساعة 6 إلى الساعة 7، ويبقى حظر التجوال بين الأقضية والنواحي والمحافظات ساري المفعول، والمطاعم وفق سياقات وجهناها بكتاب رسمي إلى القطاعات المتواجدة في قضاء سامراء حول التقيد بتوجيهات خلية الأزمة والسلامة العامة. أما ما يخص، احنا تعرفون في ذلك الوقت كان حظر تجوال تام لمدينة سامراء، مما جعلنا أن نقطع الطرق ونمنع أي عجلة تعبر من أي شارع ممكن العبور به وخرق حظر التجوال. اليوم إن شاء الله صدرنا أوامر حول رفع هذه الحواجز والقطوعات من مدينة سامراء كافة. أما ما يخص القضية الأمنية في مدينة سامراء، هناك توجيهات من قبل السيد قائد عمليات سامراء المحترم حول واجبات استباقية. من هذه الواجبات الاستباقية هو تفتيش المدينة القديمة لمدينة سامراء من جميع النواحي الأمنية والقضائية والشرطوية والمعلومات الاستخباراتية.